نفاتي باش يحكينا على تجهيزات طبية متطورة جديدة سيتم استخدامها في علاج مختلف أمراض اضطرابات دقة القلب. دكتور إلياس النفاتي، صباح الخير ويومك سعيد إن شاء الله. صباح الخير سيد حبيب، يومك سعيد إن شاء الله خير مستمعي الوطنيكم. أهلا وسهلا دكتور. المستشفيات متاعنا في حاجة أنها ديما تتطور وتتقدم وتحسن من إمكانياتها باش يكون الأداء بطبيعة الحال أفضل. هذا هو سيد حبيب، المستشفيات متاعنا في حاجة ولازمنا نتطور في نفس الوقت على مستوى المعرفة والإمكانيات البشرية. صحيح. ولكن أيضا على مستوى التقنيات والتجهيزات، لأنه في النهاية المواطن حقه في الصحة، يعني حقه أو يكون يتمتع بأعلى جودة ممكنة للخدمات. نعم، هو بصفة عامة في مستشفياتنا نقصين إمكانيات، يعني بنى تحتية، ولكن قاعدين نعملوا في مجهود، أليس كذلك؟ أكيد. لا بصفة عامة نقصين. نقارنوا معناتها ما فما في العالم والدول بتقدم بصفة عامة نقصين شوي. نعم. تجهيزات ومعدات طبعا لقلة الإمكانيات. نعم. ولكن قاعدين الحقيقة الأطراف الكل قاعدة تعمل في مجهود وتنسق مع بعضها. صحيح. مش وقت اللي يكون فما إمكانية متاع تحصل على تجهيزات كما هذه من أحدث ما يكون أو آخر جيل من التجهيزات على مستوى العالم تحصل عليها. نعم، هو حتى على مستوى الإطار الطبي والنصف الشبه الطبي ناقصين كذلك. أنا قريت أخيرا يعني مرأة كانت في حاجة إلى معناها تدخل طبي سريع داخل الجمهورية، ولكن ما تمش هذا ويعني صار اللي صار. صحيح سي الحبيب، الإدارات الطبية وخاصة شبه الطبية وخاصة في النهاية إدارات أو أطباء الاختصاص بطبيعة الحال ناقصين، وخاصة في المناطق الداخلية. نعم. ما بتعرف الهجرة، معناتها احنا أو فابريك أو ناسنا أو كلياتنا ما شاء الله يتخرجوا منها أطباء وأطباء اختصاص كل عام تبقى، يعني فما موضوع هجرة الأطباء نتاعنا لبرا. نعم نعم. به فيما يتعلق بالمستشفى الجامعي سهلول، فما جديد؟ فما جديد سي العبيد، وبالتنسيق مع كما قلت لك مع وزارة الإشراف وخيرين برشا أطراف، تمكنا باش نتحصلوا على التجهيزات هذه اللي هي عبارة على تجهيزات باش تخول علاج اضطرابات أمراض القلب أو دقات القلب. نعم. اضطرابات دقات القلب بالقسطرة، والقسطرة هذه عن طريق نوع من الذبذبات اللاسلكية الراديو فريكانسي. نعم. كما سبق وقلت النوع العلاج هذايا نتاع اضطرابات دقة القلب نعملوا فيه في تونس في مستشفياتنا العمومية وفي ما بعض مصحتنا الخاصة. تبقى جديد هو كون التجهيز هذا أو الآلة هذه هي آخر جيل من التطور التقني في مجالها. يعني آخر جيل في العالم الكل، يعني آخر جيل في العالم. نعم. معناها إذا حاجة باهية هذه. حاجة باهية ياسر. بطبيعة الحال كي نقولوا حاجة باهية مش فقط تكل الاسم لأنها آخر جيل أو آخر ما حدث، لا، بل لأنها عندها العديد من المزايا. كي تقول متقدمة المعدات هذه معناتها مش تخول تشخيص أدق برشا من قبل لمكان تواجد الاضطراب هذايا نتاع دقة القلب. نعم. وعلاجها يكون بصفة أنجع. نعم. دونك قلت رجوحها وقلت تقلل من ارتدادها الاضطرابات هذه نتاع دقة القلب. نعم. بطريقة أسرع. وطبعا هذا بأعراض جانبية أقل. أعراض جانبية أقل، يعني طبعا. تدخل طبي يكون دقيق فعال وناجع، يعني بالضبط دقيق فعال ناجع وسريع بطبيعة الحال بأقل أعراض جانبية، وبطبيعة الحال مش يكون أسرع وأنجع، يعني مش يمكن أولا من علاج مواطنين في آجال معقولة، ثانيا من علاج عدد أكبر عدد من المواطنين على مستوى الجمهورية. نعم. في مستشفى سهلول وخاصة اللي نعرفه قسم امراض القلب، يعني المرضى من 24 ملايين على 24 من الجمهوريه. صحيح. نعم.
يستقبل المرضى من كامل أنحاء الجمهورية. يعني التجهيزات الطبية هذه المتطورة والدقيقة والعصرية والحديثة قبلها، يعني تركزت هي توا، خذت بلاستها. لا تركزت، خذت بلاستها، خذت بلاستها في المستشفى. أي كيفاش كنتوا تتصرفوا دكتور قبل؟ يعني إذا يحصل تأخير، تحصل مشاكل للمرضى. يعني كما قلت توا العلاج اضطراب دقة القلب بالقسطرة هذا وكل كنا نعملوا فيه. أي لكن بطبيعة الحال بصفة تشخيص أقل دقة، خاصة في بعض الاضطرابات دقة القلب أنواع كثيرة راهية. نعم. خاصة فيها بعض أنواع الصعيبة والمعقدة اللي ماهوش سهل علاجها بالطريقة القديمة. ولكن كما قلت لك نعالجوا فيهم داكورد ونستعملوا فيهم ولكن بأقل دقة وأقل أقل مجاعل. صحيح. بربي الدكتور بالمناسبة ما يسالش باش نسألك سؤال عنده يعني شخصي شوية. أنا عندي شوية مشاكل على مستوى دقة القلب. في أول أمس في قرطاج كنت في الصفة الأولى في حفلة الفنان المصري حمزة نمرة، والبافل يعني مضخمات الصوت قريبة مني، القوة نتاع مضخمة الصوت قلقتني شوية وتركت المكان وبعدت. يعني عنده تأثير سلبي هذا؟ لا عنده تأثير سلبي. أي أكيد. إذا هذه النويزانس أي بوليسيون أوديتيف أي أي يعني لا عنده أي يعني المشكل في القوة نتاع الضربات تؤثر إلى حد كبير في القلب. تؤثر إلى حد ما نعم. إن شاء الله بطبيعة بهذه التجهيزات الطبية الدقيقة والمتطورة تخدموا مرتاحين أكثر دكتور أنت وكل زملائك. هذا هو. آه. نعم. شكرا إذن دكتور إلياس النفاتي، وهنيئا لمستشفى سهلول بحمام سوسة على هذه التجهيزات الجديدة. شكرا دكتور، يومك سعيد.